الإضراب والعصيان نجح في المحلة الوردية الثانية. الوردية الثانية ما دخلوهاش المصنع، فالوردية الأولى اتظهرت في قلب المصنع. الجيزة ما مشوش الطيرة، الأمن المركزي من محطة القطر للميدان للجامعة والمحلات قفلت والمدارس مقفولة. قول قول يا دكتور. بس يا عصام استنى. خدي حيلك يا محلة. السويس السويس. السويس. السويس السويس. قول يا دكتور. السويس السويس. كانوا هيجوا هنا. ما جوش، لقوا الناس ما راحتش المدارس والمدرسين ما راحوش وفي اضراب في السويس. اتقبض على تجمعات شعبيه وعلى اعضاء حزب العمل مجدي حسين ومحمد حمد وضياء الصاوي والسواق اللي كان معاهم وعشرات من الناس اللي وصلت لجامع عمرو. الحكومه فاكره انها رعبت الناس حتى لو الناس ما نزلتش، عارفه انها ما نزلتش عشان الغلا. امبارح بالليل منشور لجميع المحطات بانه ما يتكلمش لا في اضراب ولا احتجاج ويتكلم فقط في بيان وزير الداخليه. احنا نجحنا واحمد عز بياكل الوز. احمد عز بياكل الوز. واحنا مش لاقيين الرز. واحنا مش لاقيين الرز. احمد عز بياكل الوز. احمد عز بياكل الوز. مش لاقيين الرز. واحنا مش لاقيين الرز. ياللي نهبتوا بنقنا كفايه. ياللي نهبتوا بنقنا كفايه. ياللي قتلتوا ولادنا كفايه. ياللي قتلتوا ولادنا كفايه. ياللي كلتوا قرانا كفايه. ياللي كلتوا قرانا كفايه. ياللي غرقتونا كفايه. الله 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 الله.